أحد الأشخاص كان يقول: أنا كنت مقيد بصلاة الوحشة للأموات، لأنه أكو في الأحاديث ما من ساعة أشد على الميت من الليلة الأولى، ليلة الوحشة، لأن ليلة السؤال لازم يجاوب شنو سويت في حياتك، في شبابك، في عمرك، في مالك، عن ولايتنا أهل البيت. الإمام صلوات الله عليه يقول: فأشد ساعة هي تلك الساعة، صلاة الوحشة تنفع الميت في تلك الساعة ركعتين كما هو مذكور في الكتب الفقهية. فيقول: كنت أصلي في يوم من الأيام في مدينتنا، مات واحد فقير. أنا فكرت أنه هذا الفقير أهله ما عندهم شيء يسووا له خيرات، يسووا له مبرات، قلت أنا خل أصلي له صلاة الوحشة ركعتين، وصليت له وأهديت ثوابها لذاك الميت. يقول: في الليل في نفس تلك الليلة شفته في المنام، فقلت له أنه شلون حالك؟ قال: الحقيقة حالتي ما كانت جيدة، ولكن ببركة هاتين الركعتين الله حول حالي من تلك الحال إلى حال، وأنا الحمد لله في وضع جيد، ما علي شيء. ثم قال لي: ألك حاجة؟ الميت يقول لهذا الحي: عندك حاجة؟ فإن دعاء الميت في حق الأحياء مستجاب. يدعو لك واحد أسير، دعاء الأسير، دعاء الرهينة، هذا رهينة في الواقع منقطع، النفس خب ما يقدر يسوي شيء، بعد انتهى اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، لكن دعاء في حق الآخرين مستجاب. فأنت تفضلت علي بهذا الفضل، عندك حاجة أنا أدعو لك أن الله تعالى ينفذ لك هذه الحاجة، يحقق لك هذه الحاجة. قلت له: نعم، أنا أريد الحج. في بعض البلاد طبعا الحج كلش مشكل، يعني واحد لازم يصير في السرة بعد 10 سنوات مثلا يجي للحج، فهو في بلد الحج كلش صعب فيها. فقلت: نعم أريد الحج والأسباب مو مهيئة لي. فقال: أنا أدعو الله تعالى أن يوفقك الحج في هذه السنة. يقول: وفعلا من حيث لا أحتسب الله تعالى مهد لي الأسباب، وتمكنت أن أحج في تلك السنة. الحقيقة نحن ينبغي علينا أن لا ننسى حقهم علينا، آباؤنا، أجدادنا، أمهاتنا، جداتنا، ذو الحقوق علينا، هواي عندهم حقوق علينا، علماء الدين الذين ماتوا ذول لهم حقوق علينا، لأنهم هم الذين أرشدونا إلى الطريق. الخطباء الذين توفوا لهم حقوق علينا، لأنهم هم الذين ربطونا بالإمام الحسين صلوات الله عليه. إذا ذول الخطباء ما كانوا، منو كان يربطنا بالإمام الحسين؟ واحد في بيته يتمكن يرتبط بالإمام الحسين؟ فكل هؤلاء ذو الحقوق علينا، لهم فضل علينا، الذين علمونا المسائل الشرعية، الذين علمونا ديننا. هؤلاء واحد يحاول بمقدار قدرته أن يسدي إليهم الخير والمعروف، ابتداء من الصدقة بدرهم، وانتهاء إلى بناء مسجد من مساجد الله بأسمائهم. أنقل الروايات حقيقة كثيرة في هذا المجال، ولكن ما يمكن واحد في هذه العجالة أن يذكر كل الروايات، أذكر بعضها. يقول الراوي: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه: نصلي عن الميت أو يصلى عن الميت؟ قال: نعم، هذا واجب. إذا واحد عليه صلوات قضاء لازم ابن الأكبر يقضي عنه، إذا الأب أو الأم عليهم قضاء واجب الابن الأكبر يقضي عنهم صلواتهم صيامهم. نعم، حتى إنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، يعيش في ضيق، هذا رهين بعمل ابنه، بعمل أبنائه، بعمل أحفاده، فإذا فعلوا وسع الله عنه ذلك الضيق.
في حديث آخر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا تصدق الرجل بنية الميت صدق يعطيه للفقير، كل على قدر قدرته. إذا واحد ما يقدر حتى يعطي درهم واحد جيد، حتى يعطي ربع درهم جيد، كل واحد على مقدار قدرته. إذا تصدق الرجل بنية الميت قال: يا الله أنا أنوب عن هذا الميت في هاي الصدقة، أو اللهم اجعل هاي الصدقة لفلان الميت، أمر الله تعالى جبرائيل، مو ملك عادي من الملائكة، أن يحمل إلى قبره 70,000 ملك. جبرائيل يجي ويا 70,000 ملك، هذا الثواب ترى مضمون على الله تعالى، ما في تشكيك، بمقتضى روايات من بلغ هذا الثواب مضمون وقطعي، حتى إذا واحد يعطي نصف درهم هذا الثواب مضمون على الله تعالى، طبعا إذا واحد قدرته أكثر خو يعطي أكثر. إلى قبره 70,000 ملك، في يد كل ملك طبق. شنو هذا الطبق؟ من يدري؟ معادلات عالم الآخرة. فيحملون إلى قبره هذه الأطباق، 70,000 ملك يحملون هذه الأطباق، ويقولوا له في رواية ثانية اللي هاي هدية إليك من فلان ابنك بنتك. وأعطاه الله، الظاهر أن الضمير يرجع إلى الحي اللي أطى هاي الصدقة، وأعطاه الله 1,000 مدينة في الجنة، وقضى له 1,000 حاجة، هذا الميت وهذا الحال، حتى إذا واحد يعطي درهم بمقدار قدرته.